بسم الله والابن والروح القدس الينا واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور بوستين. اهلا بحضراتكم. رجاء محبه هتكلم عن موقف الانبا برسوم تجاه الدوله الخلافه في ايام ابن قلاوون وايام الحكم ووالده الوجيه مفضل وكيف كان شديدا. رجاء محبة جديدة على القناة، ضغط زر الاشتراك وتفعيل زرار الجرس. ببساطة يا جماعة، زي ما كلنا عارفين الأنبا برسوم كان ابن الوجيه مفضل وكان كاتم لأسرار شجرة الدر. حاجة كمان مهمة جدا جدا جدا، إن في وقت الوجيه مفضل أبو قديس العظيم الأنبا برسوم العريان حصل اضطهاد شديد شوية، ضغط على المسيحيين ان هم يلبسوا العمام الزرقاء والكلام ده، وما حصلش. الانبا برسوم رفض فمسك واتضرب جلد بالسياط. وكمان غير كده حصل انه شاف واحدة أرملة مش قادرة تدفع الضرايب والجزية، فدفع لها هو الفلوس. قبل ما يدفع لها ضرب اللي كان عايز ينفذ الحكم عليها إجباري، فراح ضربوه وحبسوه. فكان هو ابن الوجيه مفضل، ما ينفعش تعمل معاه كده أصلا. وقف ضدهم واتحبس. وبعد ما اتحبس ايه النتيجة اللي حصلت بعد كده؟ طبعا وجه مفضل بعت عشان يتفرج عنه، ده ابنه انتوا بتستهبلوا، قالوا انتوا مش عارفين انتوا ده مين. مش بس كده يا جماعة، ده حصل وشاية بأحد الأمراء ظلما ظلما، وكانوا مفهمين من نتيجة الوشاية دي ان الأمير ده، افتكروا الأمير ده لأنه هيكمل معانا في آخر الفيديو، بدون ما يعني متذكر الأسماء أوي ما أكدبش عليكم، بس أنا متذكر الموقف وعجبني جدا، وكل ما بتفرج على الفيلم بيجيبني موت بصراحة الحتة دي بالذات. بعد ما حصل الموقف إن الأمير جه راح احتمى في بيت الوجيه المفضل فخفى عن الجنود وحكاله، حكى البرسوم قديس عم زمان ببرسوم لأبوه بعد ما ضمده جراحه، تقريبا كان جاي مضروب كمان يعني من المطاردة بتاعة الجنود اللي عايزين يقتلوه عشان الوشاة يتم كده وخلص. وما خلصوا وخلصوا منه، يشاء ربنا ان بعد ما راح الدير وراح خد حياة الوحدة مع نفسه يجي حد من الأمراء يثبت الدير والرهبان وكلهم، وأنا بسأل على الأمير كذا. الأمير ده هو كان الأمير الأولاني اللي احتمى في بيت الأنبا برسوم وتوشى بيه، وكان جاي يدور على أمير تاني موشى بيه في العصر ده، في الزمن ده اتكررت فكرة الوشاية بالتاني ده. فالأولاني جه عمل فيها دكر على الدير، تروح فين يا عم؟ الرهبان راح يكلموا الأنبا برسوم الراجل الروحاني اللي علاقته بربنا، يعني لو صلى ربنا يعني هينفخ أم أي حد مش فارق معايا يعني. ربنا بيتصرف، ما هو ربنا فوق الكل، ما يعني مهما كنت عظيم ومهما كنت منصب ومهما كنت ايه، قدام ربنا ولا شيء. فالأنبا برسوم طلع له فكره بقى بحكايته كلها، قال له جالنا من كام سنة، جالنا أمير كان مطعون مضروب
كان حصل فيه كذا كذا كذا. لما يبص له، انت عرفت منين؟ ده برسوم؟ عارف ان هو برسوم. راح بص له، قام برسوم دي وشاية زي ما انت اتعامل معاك من زمن، ساعة لما جيت اتحميت في بيتنا اتعاملت معاه اللي انت جاي تدور عليه. ما خافش منه. مع انه قدامهم هو مش معاه سيف، مش معاه حاجة، بس معاه كلمة الحق. كلمة الحق أقوى من السيف، صدقوني رجال الدين في ايديهم. نظافة العالم، مش نظافة بلد ولا نظافة حي، نظافة العالم في التعاملات الإنسانية. قابلكم في فيديو جديد مع قناة دكتور أوجستين، وأتمنى تكون مشكلة الإضاءة اتحلت والصوت، وربنا يتمجد معانا ومعاكم ويبارك في الخدمة. آمين. شكرا لحضراتكم، بس ما تنسوش المشاركات واللايك والتعليقات.